بس هو كل واحد بيعمل حاجة بتعود له في يوم من الأيام، وإن الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى. نيتي النهاردة كانت إني ما ينفعش نسكت أبدا على الغلط، ما ينفعش الحق يروح، والبنت دي ليها حق. ومرة تانية احنا قبل ما نعمل الحلقة دي طلبنا من كل الأطباء حق الرد، منهم دكتورة التخدير اللي رفضت دلوقتي ترد، وهي كانت معانا فعلا على التليفون اول الحلقه، بس بعد ما سمعت الكلام ما انبسطتش. كان لما شافت الهدوم المقطعه ما انبسطتش. اكيد اهل البنت مقطعوش هدومها يعني بعد ما ماتت ولا ايه؟ دي مريضه، دي مريضه اللي متقطع هدومها، دي مريضه، ده بلوفر المفروض مقفول متقطع، كل الهدوم متقطعة. هل في مكان في العالم بيدخل بيه المريض بهدومه؟ هل في مكان في العالم بيعامل الأطفال بالطريقة دي؟ هل في مكان في العالم ممكن تدخل لدكتور غير متخصص يختار لك دكتور على مزاجه عشان السبوبة ما تضيعش؟ أبقى أنا تخصص مثلا قلب وأنت عايز بطنة، أروح محولك على واحد صاحبي من غير ما أقولك وأقولك إن أنا اللي عملت العملية؟ هل تعلموا ان البنت دخلت مكتوب على الاسوره اللي في ايديها الدكتور ممدوح ومش هو اللي هيعمل العمليه، عشان هو اللي جايب الحاله وموظف المستشفى هيقول لنا الكلام ده؟ هل تعلموا ان المستشفى ما تعرفش حاجه عن الدكتور وائل وان هما علاقتهم بالدكتور ممدوح؟ هل تعلموا ان المستشفى اللي عملوا فيها العمليه ما فيهاش عنايه مركزه؟ يعني لو حصل اي حاجه في العمليه ما تقدرش تدخل عينيه، ما تقدرش تحط على تنفس صناعي، ما فيش فنتليتر، ما فيش اي حاجه. اي حد طبيب بيشوفني دلوقتي هيعرف اللي انا بتكلم فيه ده كوارث. هل تعلموا ان الدكاتره دي لا تنتمي للمستشفى وانهم بيأجروا اوضه عمليات؟ يعني هو راح لدكتور بتاع جراحه عامه، راح جاب واحد صاحبه وما قالش للدكتور ان ده ان فلان اللي هيعمل العمليه، فين راح اجر اوضه عمليات في مركز انا مش دخلتها النهارده، دي مش مستشفى، مستوصف، مركز، اي حاجه. وعيب ان يبقى محطوط عليه الاسلاميه، لان المسلمين ما بيعملوش كده، المسلمين ما بيعملوش كده، المسلمين الحقيقيين ما بيعملوش كده، وبطلوا تشوهوا الاسلام.